الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الحديث الأول الذي سأل عنه الأخ حديث الغرانيق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة النجم، فبلغ قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلى إن شفاعتهن لترتجى. فلما كان في آخر الصلاة سجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين. يسأل الأخ عن صحة هذا الحديث أولا وثانيا عن معناه. أما عن صحته فله عدة طرق، ولا يثبت منها طريق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمفرده، ولكن إذا جمعت بعضها على بعض يحسن بمجموع الطرق عند فريق من العلماء، وإن كان من أهل العلم من ضاعفه قولا واحدا، لكن أرى والعلم عند الله أن طرقه ترقيه إلى التحسين بمجموعها. فقد روي من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت ضعيفة إلا أنه يتقوى بمجموعها. هذا وفي قول الله تعالى من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. معنى تمنى في هذه الآية تلا، قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته، أي ألقى الشيطان في تلاوته، أي أدخل الشيطان شيئا في تلاوته. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فالحاصل أن العلماء الذين قالوا بصحة الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في سورة النجم، فأدخل الشيطان في القراءة شيئا، ثم إن هذا الشيء يعني جعله يجري على اللسان. هذا قول لبعض العلماء، فقرأه النبي ثم ألغي هذا وأبطل. والشيء الثاني وهو الأصح والأظهر فيما أرى، أن الشيطان ألقى في أذن السامعين أن النبي تلا تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى، ولم يتلو النبي، إنما ألقى الشيطان في أذن السامعين. هذا الذي يظهر لي في معنى الحديث وتوجيهه بضميمة آية سورة الحج، والله أعلم.